هي من المؤسسات الرائدة التي تسعى في تقديم خدمات مبتكرة عالمياً في الوقت المناسب وبالسرعة المناسبة. رسالتها تتمحور بالاحترافية والاستدامة لضمان صحة وسلامة المتعاملين وإسعاد المجتمع من خلال كوادر مختصة ومؤهلة ضمن بيئة محفزة للابتكار. إنها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. تتولى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بتقديم خدمات رائدة على مستوى إمارة دبي من خلال المساهمة في إعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بخدمات الإسعاف، وإعداد وتطوير وتطبيق السياسات اللازمة لتحقيق الاستفادة المثلى من خدمات المؤسسة وتقديم خدمات الإسعاف في الحالات الطارئة، وإدارة وتشغيل مركز التحكم والسيطرة لتلك الخدمات على مستوى الإمارة. طبعا في بداية جائحة كورونا نفذت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف العديد من المبادرات، وذلك لتوفير أقصى درجة الوقاية والصحة في الإمارة. طبعا منها على سبيل المثال الخوذة الذكية، ممر التعقيم الذاتي، هناك الكبسولة الذكية، وهناك في شراكة بيننا وبين وطني باستخدام متطوعين في للمؤسسة. في البداية طبعا حصلنا صعوبة التعامل مع الأشخاص المصابين، كانوا يعني لما تروح لهم سيارات الإسعاف ولا المسعف لابس اللباس الواقي على أساس أنه يحمي نفسه ويحمي المصاب، هناك ما في تجاوب من الأشخاص المصابين. ابتكرنا أن نطلع بفكرة، ليش ما تتحرك السيارة والمسعفين يكونوا داخل السيارة ونتصل فيهم ونكون قريبين من منزل الشخص أو البناية، ونقول له السيارة موجودة، الباب مفتوح، على طول مجرد أنه تنزل من البيت على طول تفتح الباب وتدخل، على أساس أنه غريبة عليهم هذا اللباس اللي هو الواقي لحماية المسعف وحماية الشخص. في إطار الجهود المستمرة لحكومة دبي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستثمار الطاقات والموارد المحلية في ابتكار تقنيات تدعم الأطقم الصحية من المسعفين والأطباء وأطقم التمريض الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس. حيث قامت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن إطلاق وحدة الفحص المتنقلة ضمن مبادرة فحصك علينا والخاصة بفحوصات فيروس كورونا. وتعنى المبادرة بفحص أفراد المجتمع خاصة كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم في محل إقامتهم، وتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفى لإجراء الفحص المتعلق بفيروس كورونا، وبالتالي تخفيف الضغط على المستشفيات ومراكز الفحص. حيث تم تجهيز مركبة إسعاف كوحدة فحص متنقلة، وعملت بجهود ذاتية وطاقاتها الداخلية على إعادة التصميم للمركبة بالكامل من الخارج والداخل بما يتلائم مع طبيعة احتياجات الطاقم الإسعافي لتنفيذ الفحوصات ويضمن راحة المتعامل، حيث تم تحويل كابينة الإسعاف إلى مختبر طبي متنقل تحتوي على كراسي يمكن تعديل وضعيتها بما يتناسب مع إجراءات الفحص، كما جهزت بحقائب معلقة لحفظ المواد الطبية تسهل على المسعفين التحكم في نقلها من مكان إلى آخر. بذكر مبادرة فحصك علينا، جت المبادرة هذه بسبب كان الضغط والحالات كثيرة، هناك رب الأسرة في البيت مصاب، أهله مخالطين، عيال مخالطين، الخدم عنده مخالطين، فبذكرنا سيارة إسعاف حولناها إلى فحص لفحص الكورونا. طبعا هذه دورها تتحرك، نعمل برنامج وفي مجموعة من الأشخاص على طول نتجه إلى البيت
ونفحصهم بعد ما يكون رب الأسرة حولناه المستشفى أو حولناه الفندق لأنه مصاب كورونا والجماعة اللي في البيت كانوا مخالطين. نؤكد مشاركتنا في رسم خارطة مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة والعمل عن تكون أفضل دولة في العالم وذلك في عام 2021 خلال تمكين وتجهيز الكوادر البشرية في المؤسسة بالمهارات والمعارف والمواظبة على مراقبة المستجدات العالمية، تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي. تتولى المؤسسة تقديم خدمات نقل المرضى واقتراح الأنظمة والتشريعات التي تسهم في تحسين مستوى وجودة خدمات الإسعاف ووضع اللوائح والأنظمة التشغيلية والإدارية المتميزة وتوفير خدمات الإسعاف في كافة الفعاليات الرياضية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والمهمات الرسمية التي تتم على أراضي دبي. المشاريع أو الخطط ما توقف، يعني على سبيل المثال في مشروع الإسعاف البحري، بالإضافة عندنا يمكن 3 باصات، هذه الباصات تستخدم للأزمات وللكوارث، كل باص يعني له تخصص. الباص الكبير كأطول إسعاف في العالم سجلناه في موسوعة جينيس، يشيل 33 شخص مرة واحدة. نحن نسميه المستشفى الميداني على أساس أن بعض الأحيان هناك إصابات كبيرة ولما تنتقل سيارات الإسعاف تكون عددها كبير، أما الباصات هذه لا، مجرد أن نفعل الباص وينتقل إلى نفس المكان ونتعامل مع الحالات اللي موجودين على حسب الأعداد اللي موجودة في مكان الحادث. هناك سيارات إن شاء الله يعني بنشتغل، خاصة في شهر 10 بيكون إكسبو 2020 ونحن جاهزين طبعا بجميع الكوادر المسعفين أو التجهيزات من سيارات الكوارث أو سيارات الإسعاف إذا كانت VIP أو بتكون هناك سيارة إسعاف كهربائية إن شاء الله بنستلمها في شهر 6، بالإضافة إلى كل التجهيزات اللي هي الدراجات الكهربائية. طبعا بتكون كل الخدمات داخل إكسبو كهربائية، له سبب نكون مستعدين في شهر 10 إن شاء الله. تطبيق SOS الذكي للمؤسسة يتيح خدمة طلب الإسعاف الطارئ بكبسة زر على التليفون المحمول من أي مكان في إمارة دبي، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين ورفع معدل سعادة الموظفين والمتعاملين من خلال تقديم كافة الخدمات للجمهور، وذلك انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وغايات خطة دبي 2021. اليوم بنتكلم عن تطبيق المؤسسة الذكي. أطلقنا تطبيق مؤخراً اسمه ديكاس SOS، طبعاً هذا التطبيق اختصاراً لسبع تطبيقات كانت موجودة عندنا في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. من ضمن هاي التطبيقات السبعة كان عندنا تطبيقين خاصات بأصحاب الهمم، تطبيق سامع وعلم، كذلك تطبيق المؤسسة الرئيسي، تطبيق لتعليم اللغة العربية للمسعفين، تطبيق للتدريب على الإسعافات الأولية. جميع هاي التطبيقات ضميناها في تطبيق واحد عشان نسهل على المتعامل أنه يحصل على خدمات المؤسسة الرئيسية. عندنا 6 خدمات رئيسية موجودة في مؤسسة دبي خدمات الإسعاف. عندنا خدمة الإسعاف الطارئ، استجابة الإسعافات للبلاغات الطارئة، الإسعاف الغير طارئ اللي هي نقل المرضى من المستشفيات، تغطية الفعاليات في إمارة دبي إذا في فعاليات رياضية نحن كإسعاف نغطي هاي الفعاليات. عندنا كذلك خدمة التدريب المهني، خدمة التوعية المجتمعية، وكذلك ترخيص المنشآت الصحية. خلونا ناخذكم جولة في هذا التطبيق. في البداية أول ما تفتح التطبيق مثل ما تشوفون السكرين طبعا بتشوفون هذا الزر اللي هو SOS. SOS هو نداء الاستغاثة لغرفة العمليات. بمجرد أنك أنت تضغط على هذا الزر بيرسل إشارة لغرفة العمليات، وبالتالي بيحددون موقعك في الخريطة مثل ما تشوفون، يحددون موقعك وبيطرشوا لك الإسعاف في أقرب مدة ممكنة إن شاء الله. كذلك بالنسبة لفئة أصحاب الهمم يقدرون يطلبون خدمة الإسعاف الطارئ عن طريق نفس الشيء خدمة SOS،
ولكن نحن مثل ما ذكرت في البداية أن نحن كان عندنا تطبيقين سامع وعلم، فتم ضم هاي الخدمات الذكية في هذا التطبيق. فنحن خصصنا خصائص معينة في هذا التطبيق بتمكن فئة أصحاب الهمم، أي إعاقة سمعية بصرية جسدية أي إعاقة موجودة يقدرون يطلبون الإسعاف عن طريق خدمة الـ SOS. خلونا نعرض لكم كيف فئة أصحاب الهمم ممكن يطلبون خدمة الإسعاف، الإسعاف الطارئ، خدمة الـ SOS. طبعا في البداية أول ما بيسجل فئة أصحاب الهمم التطبيق بيسأله أنت من أي فئة من أصحاب الهمم، فعن طريق اختيارك للفئة المناسبة التطبيق بيوفر لك الخيارات عشان يسهل لك موضوع طلب الإسعاف. على سبيل المثال إذا كان من أصحاب الهمم من فئة الإعاقة السمعية مثل ما تشوفون إخواني، فيه هني موجود خيار تضرب عليه يوديك على فئة الإعاقة السمعية، فبيسأل التطبيق عندك إصابة أم عندك حالة طبية أم عندك حالة متعدد الإصابات، مثلا حادث متعدد الإصابات أو مثلا حالة ولادة، فأنت تختار الفئة اللي تناسبك، مثلا إصابة على سبيل المثال نيو بورن تشايلد فيميل ميل، خلينا نختار ميل مثلا. فبعد كل ما تختار خيار خيار هاي الخيارات تروح لغرفة العمليات. هني مثلا عندنا اللي هو وين مكان الإصابة، الرأس العنق الصدر المعدة، فتختار هاي البيانات مهمة جدا، نحن كمسعفين توصل لنا هاي البيانات وبالتالي نحن نستعد لاستقبال هذا البلاغ أو الاستجابة لهذا البلاغ. هني مثلا الاعراض، شو الاعراض الموجوده؟ مثلا ماينر بليدنج اللي هو نزيف بسيط، نزيف ميجر بليدنج نزيف حاد، فينتنج مثلا اغماء عنده، سويلنج تورم. ففئه اصحاب الهمم يشوف الخيارات هاي ويختار اللي هم فئه الاعاقه السمعيه، فيختار الخيارات هاي كلها. بعد ما يختار في النهايه يعطيه كونفيرم هل يبعث هاي البيانات لغرفه العمليات ام لا. بمجرد انك انت تسوي او ترسل زر الارسال تروح هاي البيانات لغرفة العمليات وإن شاء الله يستجيب الإسعاف في خلال إن شاء الله 8 دقائق وأقل إن شاء الله. خلونا نعرض لكم طريقة ثانية بالنسبة للإعاقة البصرية، كيف ممكن يطلبون الإسعاف؟ طبعا عندنا طريقتين، يا أنه بهزل الموبايل 7 هزات بشكل سريع، أو عن طريق مثلا 3 أصابع تقدر على السكرين أو على شاشة الموبايل أنك تسوي 3. هل ترغب في إرسال طلب الطوارئ إلى سيارة إسعاف دبي؟ يرجى تأكيد ذلك بقول نعم أو اضغط على زر خفض الصوت. فالتطبيق يعطيك يسألك هل تريد طلب الإسعاف، فأنت يا أن تقول له نعم أو أنك تسوي على تقصير الصوت تضرب ضربة واحدة ويطرش لك الإسعاف في الموقع اللي أنت فيه. خلونا نعرض لكم كذلك الخدمات الإلكترونية الثانية، الخدمات اللي نقدمها للمتعاملين. عندنا طبعا مثل ما ذكرت في البداية 6 خدمات، هاي الخدمات موجودة كذلك في التطبيق اللي هي الإي سيرفيسز، ندخل عليها خدمات إلكترونية. طبعا مثل ما تشوفون هاي الشاشة 4 خيارات تضرب على أول خانة اللي هي إي سيرفيسز، وبعدها يعطيك كل الخدمات الموجودة. على سبيل المثال عندنا الإمرجنسي إكسرسايز اللي هو إذا تبغي تسوي تمرين وهمي لمثلا الشركات الموجودة أو المصانع، تبغي تسوي تمرين وهمي على طلب الإسعاف. عندنا الإخلاءات، عندنا تغطية الفعاليات، عندنا نقل المرضى من البيت إلى المستشفى والعكس. كذلك عندنا خدمة مثلا اللي هي خدمات خاصة بالتريننج اللي هو التدريب، تبغي تاخذ دورة في الإسعافات الأولية تقدر تقدم الطلب عن طريق الأونلاين عن طريق هذا الخيار، عن طريق يعني التطبيق. كذلك عندنا خدمة ترخيص المنشآت الصحية اللي تقدم خدمة الإسعاف، يعني مثلا في مستشفيات صحية عندهم إسعافات، هاي الإسعافات تنقل المرضى من المستشفى الخاص إلى البيت، فنحن هاي الإسعافات نحن نرخصهم كإسعاف، فيقدرون هاي المنشآت الصحية أنهم يقدمون عن طريق التطبيق من خلال هذه الخيارات الموجودة أي طلب ترخيص محتاجين له، وإن شاء الله ما بنقصر معهم إن شاء الله. مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تطبيق أسعفني، وهو يعد الأول من نوعه من حيث قدرته الفائقة على اختصار زمن الاستجابة للحالات المرضية الحرجة، ويعد تطبيق مهم للحالات التي تحتاج إلى التدخل السريع مثل حالات القلب والحالات الطارئة. يهدف التطبيق إلى إشراك فئات المجتمع المؤهلين من قبل المؤسسة للاستجابة الأولى للحالات الطارئة وتحديد أماكن وجودهم وإشعارهم بمكان وجود طالب الخدمة الإسعاف.
يحتوي تطبيق إسعافني على خصائص ومميزات ذكية تسهل على المتطوعين وتوجههم إلى المرضى والمصابين بأسرع السبل، وفق خارطة تحدد لهم موقع طلب الإسعاف ونوع الحالة. يوفر التطبيق الوقت والجهد بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع رضا المتعاملين. مشروع التطوع الإسعافي برنامج أسعفني هو مشروع يهدف إلى استقطاب المتطوعين للمشاركة في العمل التطوعي، ولكن في المجال الإسعافي. برنامج أسعفني هو عبارة عن تنشيط دور المجتمع بعد تدريبهم على الإسعافات الأولية وأخذ الدورة الخاصة وهي دورة مستجيب طوارئ أول، وتعلم المهارات الضرورية لتقديم خدمة الإسعافات الأولية. يتم تفعيلهم عن طريق تطبيق ذكي. هذا التطبيق يقوم بتحديد مكان المتطوع وحسب قربه ويفعله للاستجابة للحالات الطارئة البسيطة اللي محتاجة تدخل سريع. طبعا هذا التطبيق يهدف إلى إنقاذ الحياة، إلى تقليل زمن الاستجابة، وبالإضافة إلى تشجيع المتطوعين للمشاركة في المجال التطوع في المجال الإسعافي. برنامج أسعفني له عدة مزايا، منها بإمكان المتطوع التواصل مع مأمور الملجة عند استلام البلاغ بطريقة سهلة عن طريق النص وهو الكتابة في التطبيق نفسه، أو عن طريق الفيديو، يكون في فيديو مباشر بينه وبين مأمور الملجة، أو عن طريق الصوت وهو إرسال مسج صوتي لمأمور الموجة. بالإضافة بإمكان المتطوع أن يحدد عدد من الأمور مثل أماكن المستشفيات، الصيدليات، مراكز الشرطة ومراكز الإسعاف للانضمام في فريق أسعفني في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. في البداية التسجيل في منصات التطوعية اللي هي منصة هيئة تنمية المجتمع، من بعدها التسجيل في الفرصة التطوعية المعروضة من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهو برنامج أسعفني دورة مستجيب طوارئ أول، من ثم يتم التواصل مع المتطوعين عن طريقنا للتنسيق لأخذ دورة مستجيب الطوارئ الأول. بعد اجتياز هذه الدورة واجتياز الاختبارات النظرية والاختبارات العملية يتم تسجيله في التطبيق بطريقة إكمال هذا التسجيل، ومن ثم تفعيل المتطوع للاستجابة للحالات الطارئة بالتواصل مع العمليات. بنكلمكم أكثر عن تطبيق أسعفني اللي هو عبارة عن الملف الشخصي اللي هو يحتوي على كل البيانات الخاصة بالمتطوع و الدليل الخاص بأماكن أجهزة رجفان القلب وغيره من المستشفيات والمراكز الشرطة أو مراكز الإسعاف، وفي صفحة الحوادث اللي هي تحتوي على كل البيانات الخاصة بالمتطوع، الحالات اللي هو أخذها، الساعات التطوعية اللي حصل عليها، وكل البيانات الخاصة بالبلاغات اللي أو الحالات اللي تم الاستجابة لها. وبالأخير عندنا صفحة الإعدادات، وهذه هي الصفحة الرئيسية اللي تبين عند استلام المتطوع للبلاغ طريقة وصوله أو وين بالضبط موجود المتطوع عن طريق هذه الصفحة. طريقة تفعيل المتطوع بعد اجتياز دورة مستجيب الطوارئ الخاصة بالمتطوعين واجتياز الاختبارات، يتم تفعيله عن طريق المأمور الموجة أو من العمليات على حسب تفرغ المتطوع وقربه للبلاغ عن طريق شاشة التحكم الخاصة في برنامج أسعفني. يتم إرسال البلاغ ونحدد مكان البلاغ بالضبط والبحث عن متطوعين في نفس المكان. في حال تم الحصول على متطوع قريب من مكان البلاغ يتم إرسال البلاغ ويتم تفعيل المتطوع الأكتف. طبعا في نقطة مهمة، المتطوع له أحقية أنه يختار إذا هو مفعل أو غير مفعل. مفعل معناته أنه مستعد للاستجابة لأي حالة، غير مفعل أنه غير مستعد للاستجابة لأي حالة. من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تطوع بساعة أو بيوم أو بأسبوع، تطوع بمهارة
أو بكفاءة أو بعلم. تطوع بشيء من طاقتك، تطوع وأحدث فرقا في مجتمعك. اليوم كلنا عندنا فرصة أن نحن نحدث هذا الفرق في المجتمع عن طريق إنقاذ حياة، عن طريق نرسم بسمة في أهالي أشخاص مصابين أو أشخاص محتاجين مساعدة. اليوم ندعوكم من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنكم تنضمون لنا في فريق إسعافي. مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تساهم باستمرار في تحسين مستوى وجودة خدمات الإسعافية في دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما وتحرص على توفير أفضل الموارد والإمدادات والكوادر الفنية المتخصصة في مجال الإسعاف وتشجيعها على التطوير الذاتي المستدام. وتقوم المؤسسة باستخدام أحدث النظم التكنولوجية لتطوير وتحسين مستوى الأداء الإداري والفني لتغطية جميع الحالات الطارئة وغير الطارئة، وتستمر حالياً في تقديم أفضل الخدمات حرصاً على راحة سكان دبي وسلامتهم. تواصل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جهودها باستمرار وتعمل على تحقيق الأفكار المبتكرة على أرض الواقع لتلبية احتياجات العمل الميداني وجعل مدينة دبي مركزاً للريادة الطبية والصحية والإسعافية. Okay, isolate yourself. Ambulance is on the way.